يسموها زيتون نوح لأنه نوح وقت إجا الطوفان 40 يوم صارت كل الدنيا بحر. بعت الغراب بعد 40 يوم بعت الغراب راح وما رجع. رجع بعت الحمامة رجعت فاضية ما أخذت شيء. عرف إنه بعد الأرض كلها معي بعد ما بينت الأرض. بعد بدي بعت الحمامة مرة تانية أخذت له غصن زيتون. توني يقال أخذت غصن زيتون من هون عرف إنه صارت باينة الأرض. أقدم أشجار الزيتون حول العالم وأعلاها، إنها شجرة زيتون نوح صامدة منذ قدم التاريخ في أعالي منطقة بشعلي شمالي لبنان. فوفقاً لأحدث المعطيات العلمية التي نشرتها مؤخراً صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يصل عمر هذه الشجرة إلى أكثر من 1100 عام. معروف عن شجرة الزيتون أنه ما بتعيش على علو أكثر من 800 متر، بس ميزة زيتونات بشعلة أنه عايشين على 1200، هن أعلى زيتون بالعالم. وهالزيتونات رغم كل الظروف الطبيعية والجغرافية ورغم مرور كل هيدول السنين بعدهم لليوم صامدين وبيعطوا زيتون وزيت. وسنة 2015 انعملت دراسة بالجامعة اللبنانية بيّنت إنه هيدا الزيتون هو أنساتر أو سلف لزيتون البحر الأبيض المتوسط. فبالنسبة لنا زيتونات بشعلة هن بشكله عجيبة، بشكله هويتنا، بشكله جذورنا. شهدت هالأشجار على قصص وحكايات كتير، وبتحمل رمزية كبيرة عند أهالي بشعلي اللي عم بكثفوا جهودهم للحفاظ عليها ونقل هالإرث الصافي للعالم. حميناهم من تحت، عملنا مشروع الصرف الصحي مع وزارة الطاقة والمياه، وهلأ عم نكفي محطة الصرف الصحي الخاصة بشعلي مع USAID. حميناهم من الجو، عملنا مشروع الطاقة الشمسية بسنة 2018 كانت أول ضيعة نموذجية بلبنان والعالم تتضوء على الطاقة الشمسية وقتها ما بيكون في كهرباء. وحديثاً بشعلي صارت إيكو ميوزي دولوليفيه مع اليونسكو، صارت بشعلي متحف للزيتون. يعني كل واحد بده يعرف شيء عن الزيتون بده يجي لهون تنخبره كل خبرية الزيتون وكل خبريات جدودنا. وبقلب بذات الوقت هالناس اللي بدها تجي بدها تشوف كمان كيف بيعملوا الزعتر، كيف بيعملوا العرق، كيف بيعملوا العسل، لانه كمان عسلاتنا من زهرات الزيتون. يعني كل شيء بيختص على طول بمصدر الهامنا هن هالزيتونات. كزيتون بشعلي في لبنان كنوز ثمينة تشهد على تاريخه، فهل من يستثمرها في سبيل نقل صورة لبنان السلام إلى العالم؟